جزاكم الله خيرا. أبو سعيد يقول: فضيلة الشيخ، نرجو توضيح كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله في عدة مواضع: أو الصحابي بأبي أنت وأمي. هذا من باب الفدية، يعني يفتدي المخاطب بأبيه وأمه، وذلك إذا كان المخاطب له مكانة في العلم والعمل، هم يقولون هذا للرسول صلى الله عليه وسلم تقديرا له، وهذا في الحقيقة إنما ينطبق على الرسول صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا يبلغ إلى مرتبة أن يفدى بالأب والأم. نعم.